وصف سياسيون أن ظهور معارضين لمحمد الحلبوسي بشكل مفاجئ بمخطط تسعى له قوى الإطار التنسيقي لمناكفة رئيس البرلمان من خلال إعادة قيادات سابقة بمعقله التقليدي ردا على تحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال نواب عن حزب تقدم إن عملية التوازن بين الحلبوسي والعائدين كعلي السليمان أو من ظهر مؤخرا كسطام أبو ريشة غير موجودة بالأساس، وليس هناك قيمة سياسية لهما مقارنة بالكتلة التي يتزعمها رئيس مجلس النواب. وأضافوا أن ما يتحدث عنه السليمان أو سطام هو رؤية سياسية، لكن لا توجد مقارنة حتى يمكنهما من التأثير على مستقبل الأنبار، ولكن قد يؤثران على النسيج المجتمعي من خلال السماح للآخرين بالتدخل في شأن الأنبار، الأمر الذي قد يؤدي لخراب المحافظة.